سريعا وحنختم بهذا السؤال، عندك تسنيم وفاطمة وهشام مش كده؟ عايزك بقى تبص للكاميرا وتوجه لكل واحد فيهم كلمة. والله انا اولا انا يعني انا عايز اشكرك جدا، عايز اشكر سي بي سي واشكر القاهرة واشكركم جدا على هذا التقدير الذي لا استحقه فعلا، وانا دون ذلك انما فرصة ان اتعرف للاحباب. وولادي انا مرة كتبت لهم قلت لهم ليتني كوب حليب فاسقيكموه. الله، يعني انا لم اكن نعم الاب، كنت أبا منشغلا عنهم مهملا، دي بطبيعة الكاتب أو بطبيعة المذيع، يعني للأسف لديك دائما ما يشغلك، فلئن كنت قد قصرت في حقهم فلعلهم لم يقصروا وهم نعم الأبناء البررة. وفي النهاية الرواية القادمة هي لكم، حينما تجدون ثمرة ما أكتبه قد تغفرون لي الانشغال. يعني أحبكم، يعني مش محتاج أقول بحبكم، يعني الحقيقة أنا بشكرك جدا. يعني أنا ابني سيدنا دلوقتي بتفرج، شوف في الاستاد دلوقتي بتفرج على الماتش ما شاء الله. طبعا أنا بشكرك جدا جدا، الكاتب والروائي والإعلامي القدير الأستاذ محمد موافي، فوزنا بك في قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة، فمبروك لينا بالتأكيد، ومبروك للجمهور اللي هيستمتع بتجربة مهمة ومميزة واحترافية مع الإعلامي القدير الأستاذ محمد موافي.